طولوا بالكم طولوا، شوفي شوفي مين ضرب، مين ضرب مين؟ مين؟ طيب 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 مش الحال، خلص اتفقنا؟ إذا أنا هيك صار فيي، إذا أنا هيك صار فيي، القاضي شو راح يعمل؟ قاضي الولاد شنق حاله، أكيد في من ورا هالمثل قصة، وقصة مش عادية. فيلا نسأل. قاضي الأولاد شنق حاله أو شنق نفسه يعني. هي كل هي مركبة يعني لها معنى، بس لها معنى مش قادر، عاوزة تركيز شوي. ما فيش. لا 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 هنا يلا هنا ما فيش. لا شنق نفسه ليه؟ عشان في العسكرية. في العسكرية ايه دخل العسكرية؟ لا عشان هو من حكم العسكر شنق نفسه. يعني انت بتقول دي الإجابة؟ اه دي الإجابة. دي الإجابة. من شقاوة الأولاد يعني ولا من شقاوة الأولاد؟ والله ممكن. البنت الأمورة شقية ولا عادي؟ شقية؟ مين الأشقى، هي ولا هي؟ الاثنين بعد عنك زيت على حوار. انت شقية يا شقية؟ ده النار وده الزيت. ده النار وده الزيت، ما شاء الله. ليه يا مفترية؟ جايب ايه؟ جايب حلويات. حلويات؟ اتفضل حلويات. والله حلويات ايه؟ كتير. كتير ما شاء الله، في عزومه يعني. عزومه. انا بقول لك من شقاوه الاولاد. من شقاوه الاولاد. ماشي متشكر. اديني بطاطايا. اديله قطن. لا لا الله على الكرم. الله ما ان مصر مشهوره بالكرم يعني. ليه يا بنت؟ ايه يا ماما. يلا سلام. احتراماتنا، شو هالقهوة الجميلة الحلوة؟ الله يحلي يهمك بوجودة، خلي حليت بزيادة القهوة. خليك، شو عمرها تقريبا؟ هيدي عمرها بال 900 سنة تقريبا. 900 سنة؟ ايه أنا كنت صغير لما جيت عليها. تاريخ يعني؟ ايه. يعني أنتوا عن الأجداد؟ أبا عن جد بالظبط. أبا عن جد. مرحبا مدام، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك، بسم الله جزينك متقلتيه حسي. ايه بس يعني ما في شيء كثير مهم. ما في مصاري؟ بلا. في؟ قد ايه؟ قاضي الأولاد شنق حاله. يعني قد ما بحل مشاكل الأولاد بكون هو صاحب سهلة، صاحب محلات كبيرة. هيدا بعيط، هيدا بتخانق مع هيدا، وهيدا بزعل هيدا، هيدا بقول له انت شيء، هيدا انت لا بدك، هيدا انا بدي، بقطعوا مشكلتهم تناسوا، اذا قدروا يرضيهم يرضيهم. هون بقولوا قاضي الاولاد شنق حلو، لانه ما بيرضي العباد الا رب العباد. فشو بقولوا؟ قاضي الاولاد شنق حلو، لانه بده يضل يحل مشاكل الاولاد. شو معناتها؟ اصلا كلمه عربيه، بس قاضي الاولاد قد ما قهروا الاولاد. نعم. بالاخر ما يعني ما عادش عنده طريقه تصرف. معش عنده طريقة تصرف. أدح معش. أخذ الحبل وراح. طول باله. أيوة. راح الحبل على الحبل بالصجرة وشنح حيله. يعني شوف أصلاً فصلاً ما بعرف، بس أنا كنت أسمعها من الأهل وأصدقائك إنه اللي بده يقعد من هيدا الولد ضرب، ومع مين الحق مع مين ما الحق بيقتل حاله. احتار أكثر من رب العباد. ها؟ شرق حاله مع الشتيبة وخلص منه. بتصير معك؟ ايه؟ بتصير معك هيك مع الولد؟ هي شو هي أول ولد منه نهار دور الكاميرا عليه، كلهم بياخذوا قتلهم بالسنة. قلت لهم آخر مرة حطفشوني من البلد. والله هو من ضمن هيدا آدم. هيدا آدم منه شقي. ها؟ ليه هالقد يعني عذبوه الأولاد؟ عذبوه؟ ايه. طلعوه من تيبه يعني؟ مثل ما هلا بصيبنا نحن هون كل يوم الظهر. شو بصير؟ هؤلاء الأولاد اللي بيظهروا من المدرسة ايه؟ بفقعوا لنا عندنا هيك
يعني مش ناقصنا الا تكون الحبل معنا لنعلق حالنا مش السيارة وتجرجرنا. لا 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 لك سلامة قلبك. يعني الاولاد بدهم قلب كبير مثل ما بقولوا صح؟ ان شاء الله. يلا وقلبك كبير. شكرا. غريب ما في ولا دومري أصلاً. مين هو الدومري؟ وهل هو إنسان أو صفة؟ هذا اللي بدنا نعرفه هلأ. يلا يلا نسأل. كيفك؟ شو الحال؟ شفت لي شي دومري؟ دومري؟ دومري يعني شو أصلاً وفصلة؟ دومري دومري هو قبل الكهرباء. قبل الكهرباء هو الموظف يلي بيضوي الشوارع يعني. بيقولوا له دومري يعني ما في ولا دومري، حتى اللي بيضوي الشارع منه موجود. دو ما ري اعمل ما اعمل اللي انت عايزه يعني. دو ما ري دو مش عارفه بس مش عارفه. صوت دومري هي اذا بدك التايتل تبع الوظيفه بوست. مع الشخص اللي بيضوي القناديل بالشوارع قبل الكهرباء. قبل الكهرباء يعني كان بكل بلدية أو بكل منطقة في دومري وظيفة. زلمة وظيفة الدومري يلي هو بيضوي الشوارع. سو وقت يقولوا ما في ولا دومري يعني حتى اللي بيضوي الشوارع ما مش موجود. هاي هلا أنا تعلمتها. دومري يعني ما فيش حد في الشارع يعني ما فيش سريخ من يومين. شو هيدا؟ ما فيش سريخ؟ من يومين. شو يعني؟ شو المعنى؟ يعني لو شارع فاضي خالص. لو شارع فاضي؟ نعم. دومري يعني ما فيش تاريخ ابن يومين يعني في بيبي صغير ما فيش حتى صوته مش طالع يعني الشارع فاضي يعني الشارع بيصفر. تمام. دومري دومري شو معناتها؟ دومري لا دومري ما تعرفش؟ ده ممكن يكون حبوب ولا حاجة؟ حبوب؟ لا بيقولوا مثلا ما فيش دوم ما في دومري ما فيش حاجة مرئية؟ ما فيش حاجة مرئية؟ دومري يعني ممكن مش عارفة ممكن مش عارفة؟ ممكن مش عارفة مش عارفة أو مش عارفة ممكن لا مش حسن. عارفة دومري دومري مش عارفة ممكن يعني مثلا أعمل زي ما أنت عايز ولا أعمل زي ما أنت عايز. كلمة دومري فرنسي؟ فرنسي؟ صح كده؟ لا دومري 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 إيه ما فيش صريخ ابن يومين. حلوة هاي تستعمل الناس فهمها؟ لما كنت في شارع فاضي وكده يعني بقول لك ما فيش صريخ ابن يومين. واليوم كيف الحركة؟ في صريخ كتير في صريخ كتير ومكتر ابن يومين وابن 20 سنة وابن حاجة كتير كله. يعني قصدك مثلا ما فيش يعني ايه دومري يعني زحمة قصدك يعني ولا ايه؟ ما فيش زحمة في الشارع. مش فاهمها انا مش فاهمها. تعرفات ايه دومري دي؟ طب دومري 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 اصل انا لا عربي مش لا وانا عربي. دومري 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 معقول دو اند ماري؟ دومري انت قصدك دي كلمه موسيقيه دوم اندوتو دو رامي فاصول لا سي. حظك على دي الله اعلم والله. دومري كلمه موسيقيه. انت اخذتني على حته سكه ثانيه مش عارف تقريبا حاجه زي كده. تمام اصلك معقول معقول اندوماري اندوماري. انت اشرب بس يا سيدي. ايه تفضل. شكرا. في اخذها؟ اكيد. عطشان الي شيء تكرم عينك ولا؟ تسعة ايام ما قدرت اشرب مي. تكرم عينك.
سلم دنيتك الله يديمك. الله معك. شو شو هالقعده الحلوه، كانك حسيتك ناطرني تقريبا. شو هالبايب اللذيذ هذا؟ قليل الناس اللي بعدها بتستعمل بايب. انا بستعمل بايب من 40 سنه تقريبا. 40؟ ومين علمك عليه؟ الوقت. الوقت وصرت هيك بالنسبة لك عادي؟ عادي ايه، اذا ما فيني ما بدخن بعد الظهر، المنام بعد الظهر بدخن. ايوه بعد الاكل. حلو. عادي. دومري. دومري شو اصله وفصله؟ اصله وفصله انه بيكون في حدا نعم قاعد بجلسه ما بيعجبه شيء، بيقول له بيكون حدا عم يحكي معه بيقول له شو في عندك؟ قال له خلينا نقول مشهد مش كثير حلو، بيقول له ما ضل ولا دومري كلهم فلوا. تركوا يعني. أيه. اصلا فصل انه ما ضل ولا دومري، دومري هو عباره عن بني ادم او شخص او عدي او مجموعه. مجموعه هيك بالنسبه له. صح. يعني في كثير لغات من اللغه التركيه لما كانوا الاتراك مشتقه من اللغه التركيه. صحيح. اللي هي شو اصلا؟ شو اصلا وفصلها؟ انه مثل ما قلت لك تركيه، انه ما تفسيرها يعني تفسيرها. انه ما في حدا. ما في حدا. اصلا بفتكر من العثمانيين بايام الاتراك او بايام اللي هو حدا معين يعني اسمه دومري او كانوا يضووا النديل بوقتها، هو كان يمرق ويضوي النديل. شخص معين كان شغلته يضوي النديل بالشوارع بالطرقات. مرحبا. كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله يا رب. شو حلوين شعراتك؟ ميرسي. من وين؟ من اثيوبيا. من اثيوبيا. دومري سامع بدومري؟ ايه. بيقولوا ايه. كيف سامع فيها؟ لانه بسمع من المدام طبعا. من المدام؟ ايه. بتقول دومري؟ ايه. شو يعني؟ يعني ما في حدا. ممنونك انا، ما رح انسى لك هيدا الشيء. اكيد. يعني سقيتني من بعد عطش. رويتني من بعد تعب. الله يطيبك. تكرم عينك. ما ضل ولا دمر، اخذ ما يفضل. انت بتقوليها؟ لا انا ما بقول. ما بتقوليها. طيب باثيوبيا اذا شارع فاضي شو بقولوا؟ ما في مانجت. ما في يعني. ما في هالكلمه؟ بلا في. في؟ ايه. شو هي؟ ساوي الا. عيديه؟ ساوي الا. هيدي انه ما في حدا؟ ايه. حلو. اه يلا. طيب بدك شيء؟ سلامتك. باي باي. تستعملها انت بحياتك؟ قليل قليل. اليوم كيف ملاقيها؟ في دومري؟ ايه الحمد لله في دومري. في دومري؟ عفوا جملة يعني عملت لنا اياها جملة جديدة هي الدومرية. طيب روح نشوف الدومرية وينهم؟ يلا. مشي عليا الترين. شو أصلها وفصلها؟ ومين هي اللي مشي عليا الترين؟ يلا نسأل. السلام عليكم. عليكم السلام. إن شاء الله. بنتك اسم الله؟ بنتي. أيوة. الله يخليها يا رب. ريهام؟ أيوة. عندي غيرها؟ عندي مروان ويوسف ومحمود. ما شاء الله ما شاء الله. وحضرتك صغيرة بالعمر؟ ما احنا في الصعيد بنتجوز صغيرين. حضرتك من الصعيد؟ طبعا. ما شاء الله. من حضرتك. أي منطقة بالصعيد؟ من أسوان. أسوان. الله. وبتروحي على الصعيد؟ أنا كل أجازة بروح أسوان بلدي بزورها. مشي عليا الترين. مشي عليا الترين. شو أصله وفصله؟ يعني واحد مشي عليه مشي عليه القطر. هو مثل. بس ايه معناته؟ جبني.
جه منين ولا هو معناته الناس؟ جه منين معناته ايه؟ يعني واحد مثلا ممكن يكون متسرع او اخطا فجه او ما مشي على القطر. مشي عليه القطر زي ما بنقول مثلا ايه، واحد مشي بسرعه قالوا القطر او مشي عليه القطر. هو هنا المصريين، معظم المصريين يعني بيستخدموه لما واحده تبقى لسه ما اتجوزتش يعني وسنها كبر، فبيقولوا ده فتح القطر. ده فتح القطر. بالظبط، يعني فتحة. فسريها ممكن؟ ايوه، بيقولوا هنا في مصر فتح القطر. فتح القطر او بتكملة الجمله بيقول فتح قطر الجواز، بمعنى اوكي ان احنا بنقولها مثلا بالبلد دي كده عنست. عنست؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو بتقولي حضرتك؟ مشي عليه القطر. اختار سكة غلط. معظم المصريين بيستخدموا في كده لسه لغاية دلوقتي، مش شرط في الجواز. في الشغل، في أي حاجة، لما يكون واحدة سنها كبر أو حاجة، أو مش شرط واحدة برضو، أي واحد يعني سنه كبر أو حاجة بيقولوا ده فاتوا القطر. عنست معناها إنها يعني ما بقتش هي في السن اللي ممكن حد يتقدم لها. فبيقولوا فاتها القطر. فاتها القطر. فاتها قطر الجواز، يعني مش هينفع القطر يرجع لها تاني. يعني مثلا لو تمت من عمر 40 حاجه و40 او اكتر من كده، خلاص ده كده فاتها القطر. يا ساتر، يعني مش هينفع بعد كده حد يجي يتقدم لها. وانت شو بتقولي؟ شو؟ ان واحد ضرب التاني. لا، واحد ضرب التاني. هيضرب التاني مين؟ معقول القطار ضرب ال واحد مشي غلط على القطر، مشي غلط فضربوا القطر. انا قصدي كده. قصدي كده. قولي لي مره ثانيه. يعني واحد هو القطار. فضرب التاني. قصدي كده. اوكي ماشي، يلا ماشي معاك، هتمشي معاك دي. كله هيمشي. حتى بتستعمل على الرجل؟ على حتى اذا ما تزوج بقولوا لا لا لا. بتكلم بيستخدم البنات بس فتح القطر. ويعني حتى بالشغل وبالحاجات دي بيقولوا فتح القطر. معناها وقت اتاخر يعني ان هو يعمل حاجه زي كده بس. ان شاء الله ما يفوتنا القطر يا رب. ان شاء الله. لازم ناخد بالنا بقى. صح؟ يا رب. شكرا. وينك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ بدي اسالك سؤال، وين رايحه؟ مشي عليا الترين، شو اصله وفصله؟ اصله انه واحد راحت عليه. راحت عليه؟ انه خلص، راح كل شيء، مثلا راح حظه، راح كل شيء حلو عنده. اوف، قطع عليه الترين خلص ما عاد. كيفك؟ كيف صحتك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، انت كيف؟ لا مش هو. بلا بقى انا. فريد؟ مزبوط. كيفك؟ منيح الحمد لله، طمنا عنك. مش شايفك. شايف؟ فريد قطع عليه الترين. شو يعني؟ يعني قطع عليه الترين. فريد قطع عليه الترين يعني اكل الضرب. طب شو اللي بخليهم نوصل لهالمطرح؟ حظ؟ حظ ما في؟ مش حظ، لا. لك حظ. طريقة التعامل مع الناس بتأثر كثير. عملوا ضرب فيه ومشي. هيدي أصلها وفصلها. هيدي هي أصلها وفصلها، مضبوط. حبيبي. خيوني. وصينا فريد. ما بدي شيء منك. عن جد فريد؟ ايه ولو؟ هذا خوية؟ ايه. وصيتها بالبيت يا زلمة. ما حسك فريد، تشبهه. أنا فريد؟ شو بدك هي؟ اسأل خير حدا. شو اسمي أنا؟ ولو أنت وسام، وسام صباغ ولو؟ خي الأصل أنت. ما عرفتني؟ مشي عليه الترين. شو أصله وفصله؟ وين كنت رايح اصلا؟ ماشي معي طلبيه. معك طلبيه شو؟ اكل. اكل لمين؟ شو جاي؟ مسجون. شو طالبين؟ كوكتيل. اوه شيء حلو. لحظه افوكا بدك؟ بدي اكيد. ضروري نوصلهم؟ ايه اكيد. شو اكيد؟ بدنا ناكلهم. هيدا رح يروح خلص، هيدا صار لإلي. مرحب. الله معك. كيفك؟ كيف صحتك؟ كيفك انت؟ الله يسلمك. شو الاخبار؟ والله رايقه. شو اسم الله كثار فرجينا شو؟ هول شو بنعمل فيها؟ بس على القليله قسمهم بالنص. بدك وحده؟ وحده. يا خي بتصيروا تجوا تطلبوا مصاري وكذا، معقوله يعني؟ يا خي مشي حالك بهاي. ممنونك. مشي عليه الترند. ها؟ شو يعني؟ هيدي بتجي مثل انه واحد تعبير على مثل.
في هيدي الديموزيل والله تاخرت لتجوزت فات علي الترين. هذا الاستاذ انه كان عم بيشتغل وبطل عم بيشتغل لانه عنده مشكله. فات علي الترين، طلع علي الترين وقطع خلص. قطع علي الترين. شو قصه وفصله؟ وزور. مرحبا. كيفك؟ يعطيك العافية. دغري قتلتها؟ قطع علي ترين هيك؟ لا عم عم نشوف شو المقصود. كيفك منيحة بوزور؟ كيفك منيحة؟ شو أخبارك؟ شو عملت؟ دغري هيك قتلتها للمخلوق قطع علي ترين؟ من هي هيك؟ ما بعرف. سامعها يعني بتستعملها؟ ايه كل العموم العالم بيستعملوها. طلع علي الترين، فات علي الترين، هيك شيء. ممنونك أنا. حبيب قلبي. أنا أعطيتك بدك بعد؟ يعني أنت وكرمك. خلص هي رح آخذها. ولو؟ ولو يا مسيو كل هلا عملنا ما في تعطينا وحده. طيب يعني شو المصطلح؟ عنست. عنست؟ ما بقى في إلا جازة. شطب عليها. شطب ما إلا سوق. أكل الدهر عليها وشرب. لا 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 كل هودي؟ حرام. حرام عن جد. دور لنشوف بدك نروح نوصلهم؟ دور دور. إيه إيه شو عندهم؟ بتخاف من السرعة؟ لا ولا. صارت مثلا بالثلاثينات مثل هيك يعني. خطيرت شايبيت ما شاء الله عليك. خلاص ما عاد إلي نصيب يعني. انت قطع الترين علي ومشي. لا 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 انت واقع بهذا الموقف يعني هلا او لا إيه؟ هو ما قطع علي، قطع من حدي. بعدني ما بني شيء، هي سخسلي الحمد لله. بس هو هيك معناته يعني. انا بدي اشكرك. لا منيح ما قلت لي بونجور بس قلت لي ميرسي. يعني مينيموم مودعك. ممنونك انا. اهلا وسهلا. وصينا سلامتك يا رب. انتبه على الترين. Yeah.